شيع أهالي سويسي وعدد من الكتاب والمثقفين بالأمس جثمان الكاتب الصحفي طارق حسن رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي الأسبق إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بعد رحلة صراع مع المرض رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي طارق حسن رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي سابقا عن عمر نهز 56 عاما وشيع جثمانه بمسقط رأسه بمدينة السويس. والفقيد الراحل من مواليد محافظة السويس عام 1962 تخرج في كلية الآثار بجامعة القاهرة. وكان الراحل طارق حسن صحفيا مهنيا من طراز فريد، بدأت مسيرته المهنية من مؤسسة الأهرام وتخصص في ملف الشؤون العربية، وكان من أهم الصحفيين المتخصصين في ملف القضية الفلسطينية، ويعد أول مراسل للأهرام في غزة، كما أسهم في خروج جريدة روزا اليوسف اليومية للنور، حيث شغل منصب مدير التحرير مع الراحل عبد الله كمال قبل أن يتم تعيينه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام المسائي في 2008. وترك طارق حسن الأهرام المسائي في أول تغييرات صحفية أجريت عقب ثورة يناير وبالتحديد في مارس 2011، واستمر في تقديم تحليلاته المتميزة للشؤون الداخلية والعربية عبر مقالات في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية. وقبل وفاته بشهر واحد وبالتحديد في عدد الجمعة 9 من مارس 2018، عاد حسن للكتابة في بيته بمؤسسة الأهرام بمقال تحت عنوان البيت بيتك، وكتب حسن على صفحته يومها: أخيرا أعود إلى بيتي بعد نحو 7 سنوات من الغياب الاضطراري، عودة لم يمهله القدر بعدها سوى كتابة مقال واحد فقط. رحم الله الكاتب الكبير طارق حسن. أماني إبراهيم، الحياة الآن.